يسرى ميموني ناشطة ومدونة مغربية تدير شي شوية ديال السياسة تدستون سياسيا أكاديميا كان كمل الدراسة ديالي في رومانيا في المدرسة العليا للهندسة وإدارة الأعمال، وأيضا صاحبة مبادرة تبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة، وصاحبة شعار تبرعوا بأعضائكم البشرية بعد الوفاة فلتكن في وفاتكم حياة جديدة لإنسان غيركم. أنا واحد الإنسانة بديت دخلت للسياسة وأنا صغيرة، قد نقول لك صغيره راه انا هي ديك كونان اللي كان سينشي ولا كونان، انا كبرت وانا تن صغار. بديتها وانا فعلا نقد نقول لك بديتها من الحركه الجمعيه ديال رساله التربيه والتخييم، ودرت داك الدوره من الحركه الدعويه شويه ديال السياسه للشبيبه للحزب، يعني بديت مسار المنظمه جديد الطلابي دست عليهم انا كاملين، وطبعا ملتقيات مؤتمرات انشطه كنتعلموا شي شويه ديال السياسه ونحاولوا ان نساهم في التغيير. بالنسبه انا راه مازال في الشبيبه ديال العمل الفني للتوضيح، ولكن يمكن ان اغادرها واغادر الحزب بكامله في اي وقت، غير هو وسبق أن قلتها سابقا الخروج الآن من شبيبة حزب العدالة والتنمية يعتبر بليكي قلتها، ولكن ممكن نغير الوجهة لأنني لم أعد، أو ممكن نقول لك أنني أنا كنشوف راسي في العدالة والتنمية ديال شحال هادي، أنا ماشي ديال العدالة والتنمية ديال دابا، ديال دابا يعيش حالة من الضبابية وحالة من الغموض، ولا فيها بزاف ديال الضبابي، ما بقاتش فيه الشفافيه نهائيا. لذلك انا كان انسانه واضحه معروف عليا الوضوح والمعقول، وما دام هذا الحزب حاليا يعيش حاله من لا معقول عكس ما قاله بها الله يرحمه، قال ما يدوم غير المعقول، وانا داكشي اللي تنشوف دابا عكسي معكس تماما ما قاله بها الله يرحمه ويذكره بالخير. لذلك انا اعبر عن عدم الرضا عن حزب العداله والتنميه كمشروع ومؤسسه لا علاقة مع الأفراد والأشخاص، دابا كنهضر على المشروع، لأن المشروع ديال دابا ماشي هو ديال شحال هادي، العدالة والتنمية ديال الآن ماشي هي ديال شحال هادي، هذا هو السبب اللي غادي يخليني أنني نستقل بداية، عاد كاين النقطة التي تغرق الكاس. لك السؤال نجاوب من خلال سؤال واحد آخر، ما الذي يؤدي إلى حرق اللمبة؟ نعطي جواب علمي ومنه منطلق الجواب ديالي. علميا اللمبة تحترق من خلال واحد الجهد مفاجئ للكهرباء، جهد الكهربائي، او تيكون واحد المشكل ما بين حامل المصباح وما بين السلك الذي يغذي الكهرباء، يعني اذا كان المشكل بين حامل المصباح واللمبة هنا كاين الاشكال. انا بجد علميا ونخرج بها سياسيا، اللمبة حاليا عندها مشكل انها لا تقبل نقد داخل حزب العدالة والتنمية، واحد مؤسسة ما كتقبلش النقد نهائيا، وما كتقبلش لا التفكير النقدي لا التحليل السياسي، كل ما تريده عاملين يطيعون حزب العدالة والتنمية، إذا ما طاعوش العدالة والتنمية فراهم مطروضين، يعني أن فيها الأعضاء أو الكتاكيت المناضلين كنسميهم كتاكيت مثل البيادق، يعني من خلال رقعة شطرنجية، البيدق شنو هو؟ البيدق هو أساس الرقعة الشطرنجية، ولكن دائما ضعيف لا ينظر إلى المستقبل ولا يعود إلى الخلف، هذا هو البيدق. أنا اسمحوا لي لا أراني بيدقا، ممكن نكون حصان، ممكن نكون فيل، ممكن نكون حتى قلعة، كيفاش غنكون أنا حصان؟ واحد الحزب عودة إلى الرقعة الشطرنجية، واحد الحزب الذي لا يغذي، الفرق ما بين الحزب الذي يغذي أحصنته جيدا وما بين الحزب الذي لا يملك ولا يوفر حتى الطعام والغذاء لبيادقه، أظن أن الرسالة وصلت.
يعني كنظن الميساج وصل، لا داعي للتفسير. عودة الى الحمامة، دابا انا كل حمامة بانت لك انا حمامة ترفرف في الفضاء. انا في العدالة، في التنمية، مستقلة، متحررة، جمعت بيناتهم كاملين، لانني انا من ساساهم في التغيير. ما غنتسناش مؤسسة حزبية باش تساهم في التغيير، انا اللي غنعلن على التغيير، وانا اللي غنساهم في التغيير اذا غندير شي حاجة. هذا ما كان، انا قلت لك ان الخروج الان من العدالة والتنمية يعدو بليكي، ولكن حيت انا ما بقيتش مأمنة بهذا المشروع، انا تنفكر تنشوف اللي تصلح لصالح العام واللي تناسبني حتى انا، لانني انا ما يمكنش نبقى في واحد المؤسسة لا تقبل النقد، واحد المؤسسة اللي مدقدقة داخليا، الأزمة الداخلية ديالها تجعلها تعيش سرطان ولكن ينتشر بسرعة، وفي نفس الوقت وباء لا يقل خطرا عن فيروس كورونا. هادشي اللي تتعيش العدالة والتنمية. أنا غنبقى في واحد المؤسسة تعيش واحد ضبابية غامضة، ما بقات تشد حتى شي حاجة، باش نكون واقعية، من نهار مشات الظاهرة ديال بن كيران والتيار بن كيراني تفرتن العدالة والتنمية، الدقدقات، الصراعات الداخلية ديالها، واحد تيدبس في الآخر. أنا نلقي من منطلق واحد آخر، كيفاش بغيتي واحد جوج ديال لي كوبل مثلا مزوجين ما بيناتهمش الثقة، غير كتدخل الشك في العلاقة، يعني أن العلاقة باطلة، كيفاش بغيتي تبقى قوية وعندها أساس؟ راه أي واحد غيبغي يدقدقهم غيدقدقهم من الدقة الأولى، لأن أصلا ما بيناتهمش الثقة. العدالة والتنمية تسرب إليها الشك داخل المؤسسة، وهذا مشكل. وأنا ما يمكنش نبقى في واحد المؤسسة مدقدقة من الداخل، مدقدقة وكتنشر. أنا واحد الإنسان معروف عليه السلام، الحب، الطمأنينة، المعقول، الوضوح، كيفاش غنبقى أنا في واحد المؤسسة فيها الخبت، فيها مستنقع الداخل؟ شوف راسي تما، انا ماشي ديال هذا الشيء، انا واحد الانسان نهار كتبان لي شي حاجه ماشي هي هذيك، ما عنديش مع انصر اخاك ظالما او مظلوما، هذا الشيء ماشي معقول، راه ماشي معقول، وما يدوم غير معقول خلابه الله يرحمه. كنظن انتهى الكلام، نهار يقادوا ريوسهم وتخرج من الازمه، ولو انها باش تخرج من الازمه دابا حاليا صعبه جدا، لانها تنتظر جسر الامان وتنتظر سوبرمان، وللأسف هاد سوبرمان شاف التران تقلب على السكة، نحرف بزاف، وفي واحد المشكل اللي غيخليه يتقلب وهز جده الفوق، هذا هو المشكل. بمعنى مازال واحد علامة استفهام كبيرة اللي أنا ما غنقدش عليها، أنا ما فهماش المؤسسة من الداخل، كي غندير أنا نقول الناس صوتوا لهاد الحزب هذا؟ راه لا يمكن، أنا معروف علي الوضوح والنزاعة. يسرى بعيدا على مواقع التواصل، مواقع التواصل هي ديال الجيل الجديد، وانا اعتبر طبعا من الجيل الجديد، التكنولوجيا التي غيرت الكثير الكثير. انا ممكن انا درت اختبار لراسي بخصوص مغادره مواقع التواصل او الاعتزال نهائيا، درتها العام السابق، بديت باسبوع ثم اسبوعين ثم شهر، والحمد لله عرفت راسي انني لست مدمنه ديال مواقع التواصل. ممكن نبتعد، ممكن نكرس واحد الوقت لكتابة فقط، خصوصا أنني عندي علاقة وطيدة مع الشعر والأدب، ممكن نغبر ونعتزل، وما عنديش مشكل نهائيا نحط التليفون ونحطه، ولكن مواقع التواصل كتخلينا نكون حيويين ودائما متبعين الأحداث المغربية والأحداث السياسية كذلك، وكان بوصيو فيها. يسرى إنسانة تعشق اللون الأسود، أن الأسود هو لا كلاس دو كلاس، ولكن في نفس الوقت كي لا أعيش بالألوان أنا في حياتي، الألوان يعني الألوان، أنا واحد إنسانة واضحة من الأخر، يا كل يا بيض، ما كاينش خالط بين الألوان، ولكن في الداخل ديالي كنعيش ألوان السلام،
الطمأنينة والحب والجمال والطبيعة وحياة جميلة وطيور وتطير العصافير وتزفرق. اللون الأحمر الغجالة بغزامة لازم زعما فين ما تندير هكا الاحمر تنتفكر لبقيت فاش كانوا تيقولوا لي انت انسانه متبرجه في حركه دعويه وتديري العكار تتعكري امام الملاء ما كتدخليش حتى الحمام باش دير عكار تتعكر بلان بيبليك. انا عندي الوضوح انا واحد انسانه نيشان ستريكت معروف عليا المعقول فين هو الاشكال اللي غندير انا عكار صافي نبينا عليه السلام. عندما ننتقد الإنسان ننتقده في فكره ألا في شخصية ولا في حريته الشخصية ولا في حياته ولا في أسرته صافي ننتقدوني هنا ننتقدوا الفكر ديالي انتهى الكلام. تجربة جميلة لكل إنسان يمارس السياسة تجربة جيدة لكل واحد دخل في عالم السياسة. أنا بالنسبة لي الآن أظنني مهام البرلمان كنديرها في مواقع التواصل لانه ممكن عندي داك الانستغرام مثلا 300 الف متابع راه شعبيه هذه راه اظنها فاقت شعبيه لبعض. المهم 300 الف متابع راه ماشي سهله راه الاشكالات والمشاكل اللي كتطرح عليا من طرف المتابعين راه كنظن تفوق المشاكل ديال المواطنين اللي كتطرح عندهم في البرلمان. ممكن يكون اقبال ويكون جواب ونتطرق ليها وتكون واحد ماشي بهرجه ولكن يكون واحد ضغط اعلامي ويكون كاين واحد القبول وتكون حلول ديال المشاكل. على ما يعكس ممكن البرلماني في البرلمان يسال سؤال ما يتلقاش حتى الجواب من الاسئله الشفهيه ولا الكتابيه والسؤال ديالو يتوضح في قاع ديال الملف. حنا الحمد لله داكشي ديال حنا برلمان افتراضي دا كاين شي برلمان واقعي مستقبلا ولا في المستقبل البعيد ولا المستقبل القريب الله اعلم. انا اقول انه يجب الفصل ما بين الدين والسياسه. ممكن تكون السياسه والدين ولكن يجب ان نحرر الدين من القبضه السياسيه لان بعض المؤسسات لانها ايديولوجيا تستغل الدين للوصول الى باش ما نقولش الفساد نقول لا معقول. لذلك يجب علينا أن نفصل وأن لا نستغل الدين سياسيا. كلمة أخيرة اللي بغيت نقول هو أن الوقت سلاح لكل شيء أو المعادن تكشف الأوقات عفوا تكشف معادن الناس والمواقف كذلك. واللي بغيت نقول لكم هو في اي حرب سواء كانت حرب سياسيه ولا حرب بين الافراد لا ترد الاذى بالاذى. عرفتوا فن التجاهل فن جميل جدا والتناسي والتغابه كيخليك تعيش واحد السلام واحد الطمانينه. واخا تكون عندكم العصا في الرويضه ودير لكم العصا ويبغيو يحكروا عرفتي داك التجاهل وداك الضحكه كتجيب لهم السم انتهى الكلام. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد ريما تيفي.